السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل. زي ما قلت لكم معانا فقرة مهمة جدا، عارفة ليه؟ علشان انت لازم تركزي معايا. سيبي بقى كل اللي في ايدك دلوقتي وتعالي كده على التلفزيون، يلا كلنا نتجمع، بالذات الكلاميز والبطوطات والبنوتات، حتى البنوتات، البنوتات بيبقوا حسوتين قوي ما بيسيبوش الهوا. فعايزه كل كده ولا كده تركزوا معايا عشان هنقول كلام من الاخر. انا بقى على فكره دايما بشوف ده مكتوب على الفيسبوك او على السوشيال ميديا، فاقول ايوه هيقولوا ايه، واقوم جاريه بسرعه عشان اشوف هيقولوا ايه. اول ما يبتدوا بقى يشرحوا، لانه عارفين احنا عندنا مشاكل فظيعه جدا، بالذات يعني بعد ما بتقولي انا خلاص انا لا الميزان تطلع، والميزان طلع لك لسانه ايه ده؟ ما اعرفش ايه ده؟ يطلع الوزن في الفاسكونيا، فتقومي عامله ايه؟ لا انا خلاص قررت اعمل دايت. اول ما قررت تعملي دايت ابتدي بقى كلميني بقى عن اكتئابك، وكلميني بقى عن نكبك، وكلميني على الخروجات اللي ما بتخرجيهاش، وعن العذاب اللي بتتعذبيه. عشان كده احنا النهارده جايبين لكم طبعا المنتج اللي انا بعترف بيه يعني دايما، واكيد شفتوا تاثيره عليا. انا خدته اكتر حاجه انا بثق فيها، وكمان بعد ما عملوا التعديل يعني هو ما كانش فيه سايد افكت كتير، بس كمان زودوا حاجات كتيره جدا، خليته منتج من الاخر لا يقاوم، وفعلا بيعمل نتيجه كبيره جدا. لكن انا هقعد اتكلم ليه؟ انا ما بتكلمش عن الموضوع، انا واحده منكم، فانا بتكلم، انا زيكم النهارده، انا وانتم. بعد ما نرحب بخبيره التغذيه والتجميل شهيره ابو سيف، اللي هي فعلا هتتكلم عن الفيتامين باستفاضه، انا وانتم يلا نقول لا. بس مش هقول لك سيبي خمس كومنتات ولا ملصقات ولا حاجات اللي بتحصل دي، انت بتتفرج علينا ومش هتسيبي ملصقات ولا حاجه، بس عايزاكي تركزي. شهيره ازيك يا قلبي؟ منوره الدنيا كلها. انا كمان بنورك يا حبيبتي. ايه القمر الجمال ده؟ ربنا يخليك. حبيبتي الستايل بتاعك والله ربنا يخليك، بحس ان انت فرنسيه الستايل. ربنا يخليكي. ودايما انت جايين معروفين بيقعدوا بالحلو ومحافظتهم على جسمهم. انت واخده. طيب احنا دلوقتي داخلين يعني دخلنا خلاص موسم المدارس، ومع المدارس والهيصه بقى، انت عارفه اللي هو بتيجي تاكلي العيال وتذاكري العيال، تلاقي نفسك من العصبيه عايزه تاكلي حاجه. تاكلي يعني. وبعدين هم بيبقوا جايبين بقيه السندوتشات، بصراحه ما بنرميهاش. ما اساسي طبعا انا السندوتشات ده انا تعبانه فيها الصبح. مربى وعسل، ما تعرفيش احنا بنعمل كده ليه في العيال. ازاي العادات الغذائيه في وقت الدراسه بيأثر جدا على الوزن وبيبوظه معايا؟ طبعا زي ما انت قلتي كده، احنا طول الوقت طبعا احنا مبدئيا بقى كل الستات اللي قاعده مع ابنها عصبها شويه، فطبعا جسمها حرق، فقامت تجري على الثلاجه. اول حاجه افتح الثلاجه عشان اعوض الشوكولاتايه او بسبوسه مثلا، بقلاوه، يعني انا من الناس اصلا اللي ضعيفه قدام الحاجات دي. حرام عليك جدا. فاحنا يعني اسرع حاجه نتجه على طول للثلاجه ناكل. لا احنا النهارده لازم، بصي في كل الاحوال احنا لازم نغير لايف ستايل بتاعنا، لازم نغير طريقه تفكيرنا كمان في اتجاه مثلا العصبيه او ان انا جعانه فانا اقوم اي حاجه في وشي، لا لازم احددها شويه. طبعا احنا هنبعد شويه عن حلويات كتير دي، الكلام ده الدواء ده هيساعدنا كتير، فيتارم بيساعدنا جدا. ليه بقى؟ هو ده اللي انا عايز اساله بقى، فيتارم وتركيبته الجديده بقى بيعمل ايه في الكارثه اللي احنا بنبقى فيها؟ انا هقول لك بقى. اولا فيتارم هو غني بالالياف، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده، كمان هو فيه اعشاب طبيعيه وبيحمل خواص البذور، فواكه معينه، الفواكه دي زي الدوريان مثلا، ده من احد الخواص بتاعت فيتارم. الدوريان ده فاكهه لطيفه جدا جدا، طعمها حلو قوي، سكرها قليل جدا، بتساعد الجسم على انه يفرز ماده الاسترينوين. الاسترينوين دي ماده بتتفرز اللي هي بتسد الجوع، في نفس الوقت بقى بتديك انطباع ايه؟ انك لطيفه حلوه. مش بقى جعانه في عصبيه ولا متعصبه، لا بالعكس، ده هو هيساعدك افرازها هيزيد في جسمك، فهيساعدك ان انت تبقي لطيفه وحلوه. انا مش جعانه، مش متضايقه ان انا جعانه بس وشبعانه، مش عصبيه ومش عصبيه ومش متنرفزه، عندي مجموعه الالياف. طبعا احنا عارفين ان الالياف بمجرد ما بناخد الياف اوريدي بتملى بطننا، انت لو كلت شويه ده البطيخ، لو كلنا شويه بطيخ تحس ان انت خلاص مش قادره تاكلي حاجه. لو خدنا الشوفان تحسي، فالقرص بتاع الفيتار هتلاقيه مالي بطنك، فانت مش حاسه بالجوع. بلس ان احنا لازم بجد نغير
طريقه تفكيرنا مع طبيعه حياتنا اليوميه. مش معقول انا اول حاجه اقوم بدل ما اشرب كوبايه الشاي، طب ليه ما اخد بقى معايا الاعشاب بتاعتي اللي هي الزرال اللي هي طالعه جديد. طبعا خبراء التغذيه واحنا اشتغلنا كتير. انا عارفه انتوا عملتوا كمان استحدثتوا المنتجات بتاعه فيتارم وزوريل والزلدن النهارده معايا الفيتارم والزوريل، زوريل اعشاب ونقط برضو بتحتوي على نفس الخواص اللي بتساعد جدا في حرق الدهون. فيها ايه بقى؟ يعني الزوريل بيتكون من ايه؟ الاعشاب دي برضو نفس الاعشاب، الجارسينيا كامبوجيا اللي احنا عارفينها الكامبوجيا، في فاكهه بقى الليتشي، فاكهه الليتشي دي فاكهه لطيفه جدا، دي فاكهه بتزرع في جنوب اسيا. كويس، الفاكهه دي فيها عناصر غذائيه وفيتامينات غير عاديه، هي تشبه العنب والفراوله في الطعم. يعني من ده على ده، ريحتها حلوه جدا، بتشبع جدا لانها غنيه بالالياف. كويس، فانت مجرد ما بتاخدي الثمره دي، انا بقى استخلصت لك مجموعه ثمرات زي بذور الكرفس، زي الليتشي، زي الدوريان، زي الجرسينيا، دول حطيتهم لك في الكبسوله وفي الاعشاب وفي النقط. الاعشاب والنقط بدل ما هقوم اصحى من النوم اخد كوبايه الشاي، لا انا هاخد بقى الاعشاب بتاعتي بدل كده كده هشرب حاجه بالظبط كده. طالما انا كده او كده هشربها، طعمها حلو مش وحش، في نفس الوقت هي بتساعد انها تخلص جسمي كله من السموم وهتملى بطني. فاجي بقى افطر مع القرص اللي هاخده مع الفطار بتاع فيتارم، انا مش هحس بالجوع، مش هحس بقى ان انا عايزه اكل طبق فول او طبق بيض اومليت، لا انا هاخد عصر بيضاوي بالظبط كده، لا انا هاخد توست. البضايه بدل ما هتبقى مقليه، انا مش قادره، انا لوحدي مش هبقى قادره اكل الاكل ده، منفوش فيها كل حاجه بالظبط كده. فهتلاقي نفسك بتاخدي مسلوقه البضايه بدل ما هتبقى كده. مع الوقت انت اللايف ستايل بتاعك هيتغير، خلاص انت معدتك هتاخد على الاكل ده. فطبيعي حتى لما ان شاء الله بتخلصي الكورس وتوصلي الوزن المناسب بتاعك، انت اوريدي هتكملي في حياتك بالستايل ده. يعني الفيتارم بديل لعمليات تكميم المعده؟ طبعا 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 جدا. يعني إزاي؟ اولا لانه احنا اتفقنا ان هو بيملى معدتك، خلاص الاعشاب مع النقط مع الـ الاقراص ملت معدتك، حسيتي بالشبع، في نفس الوقت انت نسبه اكلك قل، فهو سد شهيتك وفي نفس الوقت نسبه اكلك قل، بلس ان جواه خواص، الخواص دي بتساعد على حرق الدهون في جسمك. ومش بس كده، الدهون اللي حوالين العضلات بياخدها، فالعضله بتبدا تنشا كانك هو عمل لك، كان احنا قلنا بادي بيلدينج. بادي بيلدينج بالظبط كده، بقى عندك عضلات من غير ما تبذلي مجهود كبير في الجيم ولا الكلام ده كله، حرق دهون جسمك، خسيتي، وفي نفس الوقت. فاحنا عايزين ايه؟ ما هو تكميم معده، احنا بنعمل ايه في تكميم معده؟ نقص المعده. طب وليه عزم؟ عشان نخلي نحجم كميه الاكل اللي هتدخل. لا انا اوريدي حددت لك كميه الاكل اللي هتدخل بس بالقرص والاعشاب والنقط. ممتاز. يعني كمان لا رياضه يا جماعه، لا رياضه ولا جوع مع فيتار. بالظبط، لا رياضه ولا جوع، ما مش محتاجه تعملي مجهود كبير، بس لازم نغير لايف ستايل بتاعنا. يعني لازم الست تغير لايف ستايل بتاعها، ما تبقاش ايه معتمده طول الوقت انا هاخد الدواء وخلاص انا هخس لوحدي. روحي حركي، اكل فطيره كبيره ومعاها عسل ومربى. هي مش هتقدر، هي اصلا مش هتقدر، يعني هتبص يعني حتى لو حاولت ما تقدرش. لا مش هتقدر طبعا، مش هتقدر، لانه الدواء هيكون سادد الشهيه عندها. هو لازم نشرب شويه ميه، يعني نشرب ميه كتير، تلاقي برضو كميه الاكل عندك قلت، فما بالك بقى بيتعمل بكل الحاجات اللي حضرتك بتقوليها دي. بالظبط، ازاي هيعمل في المعده؟ خلاص هو ملى المعده، مش هتاكلي اكتر من طاقتك اكيد عمرها يعني. طيب ليه بقى ده اللي انا يعني عايزه اقول للناس، لان احنا بيجي لنا ملحوظات كتيره ان ادويه التخسيس بتعمل كانسر. بالزبط. ادويه التخسيس بتبوظ الجسم. بالزبط. ادويه التخسيس بتعمل قرح معده. ليه فيتارم من دول كل يعني ادويه التخسيس؟ وده يا جماعه عن تجربه وانا بقوله كده لوجه الله، ليه هو امن حاجه؟ امن حاجه لان زي ما قلنا ان هو بيختص بخواص كتير، عندنا الياف وعندنا اعشاب طبيعيه وبذور فاكهه طبيعيه. بذور فاكهه الدراسات كلها قالت ان هي لما اتعمل عليها دراسات قلنا ان البذور فاكهه دي غنيه بكل الفيتامينات اللي الجسم محتاجها، سي واي وبي، وعندك انت عندك بس الكرفس ده لوحده فيه اي وبي وسي،
لوحدهم دول كافلين بان هم يمدوا الجسم بكل العناصر الغذائيه اللي انت محتاجاها. تمام. اتفقنا كده بعيد عن الانيميا. بالظبط، ما فيش انيميا. اتفقنا الثمرات اللي داخله فيها زي الجارسينيا، زي الليتشي، زي الدوريان. الدوريان ده لوحده فيه كم فيتامينز مش طبيعيه، عندك سي وكي وبي وبي 1 و 6، ودول اللي بيساعدوا على ان الجسم اولا بي 1 ده بيساعد على حركه الدم في الجسم فبتحافظ على العظم فبتمنعي بالظبط. عندنا 6 بقى بي 6 ده بيمنع فكره السيوله اللي في الدم، بيمنع تصلب الشرايين. فطبعا لامراض القلب ده ممتاز بالنسبه لهم. فانا مش حاطه اي مواد كيميكلز جوه القرص او جوه الاعشاب او جوه النقط خالص، بالعكس انا بقول لك خدي دي خلاصه من الفاكهه والاعشاب والالياف، هتاخديها هتساعدك في حرق الدهون. كلها حاجات انت لما بتنظمي اصلا مستوى الغذاء بتاعك، لو انت اللي بيعمل دايت، بس اللي بيعمل دايت علشان بيبدا مره واحده وبيبقى عايز يخس مره واحده فبيمنع حاجات كتير قوي. انا ما بقولوش امنع، لا كل زي ما انت عايز، بس انت نسبه اكلك هتقل لانك هتستخدم الدواء ده اللي هتستخدمه معايا، هتقل لانه هيملى بطنك وفي نفس الوقت هو بيعوضك عن الحاجات اللي انا قللتها لك في اكلك. فبالتالي انت لا هتحسي بالعصبيه. مرضى السكر، الدوريان ده اصلا فاكهه لطيفه جدا بينصحوا بها مرضى السكر اصلا، لان هي مش ايه الفاكهه دي يعني عامله دي فاكهه عامله زي بالظبط هقول لك، عارفه الفراوله؟ شبه الفراوله، شبه الفراوله كده اهو. طعمها حلو جدا وفي نفس الوقت مش مسكره. فبالتالي بينصح اللي عنده سكر بالتريز اللي بتديش سكر. بالظبط، الله، بالظبط. فبتحافظ طبعا على نسبه السكر في الدم، بتحافظ على نسبه الكوليسترول في الدم. تمام. الثلاثه دول بيساعدوا بقى في افراز ماده الستريتينوين اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي هي الماده المسؤوله عن سد الشهيه وفي نفس الوقت تحسين المزاج العام. هرمون المرح. بالظبط كده. فانت مش عصبيه، مش متضايقه، مش قلقانه، مش متوتره، مش جايلك اكتئاب لانك ما بتاكليش، لا انت كل المواد اللي بتساعد على افراز انزيمات الدم الصحيحه في جسمك بتفرز. انت ايه اللي هيوترك؟ بس يعني انا ما نزليش السكر فجاه فحسيت بغضوض وحسيت، او مثلا الضغط بتاعي ارتفع فجاه فحسيت ان انا عندي صداع ومش قادره اركز في شغلي. يعني مع بترم بتوفر لي الوقت بتاع الجيم، وفي نفس الوقت كمان الدايت بتاعك اللي مضايقنا بقى، اللي هي كل الستات اصلا اول ما بتقولي دايت اول حاجه بتعملها انها تمشي عكس الدايت. ايوه يا حبيبتي. انا مامتي، انا عايز اقول لك مامتي امبارح عملت لي كفته رز. ليه يا حبيبتي؟ عشان الدايت يا حبيبتي، عشان الدايت. ايوه انت مجرد ما تفكري في الدايت اول حاجه بعملها اقوم اكل بسبوسه مثلا. لا انا بعمل دايت هذا حاجه بشر اليوم اللي قبل الدايت قبلكم بقى عشان انا اكل علشان انا ابني. لا طبعا منعنا الكلام ده، كل اللي انت عايزاه انت اصلا كده وكده هتاخدي الكورس بتاعك، معدتك هتتملي غنيه، جسمك دمك متشبع بكل العناصر الغذائيه اللي جسمك محتاجها علشان افراز انزيماته الصح، علشان حركه الدوره الدمويه بتاعت جسمك كله هيبدا يشتغل، وهتاكلي. اما بقولكيش ما تاكليش، كلي هتاكلي، بس كمياتك اكلك هتقل مع الوقت، انت هتتعودي على الستايل ده. حتى لما اوقف الفيتار؟ حتى لما هتوقفي الفيتار، لان خلاص انت معدتك خدت على ستايل معين. انت عارفه ان انا لما وقفت الفيتار المره الاولانيه قعدت 8 شهور ما عنديش كيلو زياده. ايوه مش يعني عارفة. خلاص انا لسه متاثره، بس انا المفطريه. ايوه يعني كل ايه ده؟ هو انا ليه ما بقتش اكل كتير؟ ايوه هو ده بقى، عشان كده بنقول بديل لتكميم معده. احنا تكميم معده احنا بنعمل تكميم فبنقلل نسبه الاكل اللي داخله. انت خلاص انت اتعودتي مشيتي على الكورس بتاعك، جسمك اتعود على كميه الاكل دي، معدتك هترفضه. خلاص بعد كده لما هتوقفيه انت بعد كده جسمك هيبقى مش متقبل الزياده اللي كنت بتاكليها قبل كده. طب انا هقول لك على حاجه يمكن انا اول مره اقولها على الهوا لكل اللي بيشوفنا، انك انت وانت واخده بيترم، بصي عارفه اللي هم بيعملوا الكبده بتبقى ريحتها حلوه دي بقى ما يقاومها حد. انا عندنا حد عندنا في حديقه الاهرام، انا ما بحبش امشي في الشارع لانه فعلا ريحه الكبده فظيعه، فما باكلش من الشارع بس بروح اقول لماما اعملي لي كبده طبعا وبالطريقه دي. ف
لما كنت باخد فيتارم كنت اتفنن اعدي من قدامه فالريحه ما بتاثرش فيا خالص. مش حاسه ان الجعانه مش حاسه بيأثر على حاجه لا مين بيأثر على حاجه احنا ان هو هرمون الشبع بالظبط هو افرز هو عمل زياده في افراز السيرتينوين اللي هو هرمون الشبع عندك فطبعا خلاص انت ما بقيتيش حاسه ان الجعانه انت ممكن تكوني مستمتعه بالريحه بس انا مش عايزه اكلها فتمام اوكي مش انا هعدي كل شويه مش هاكل أنا لا ده انا كنت بعدي بغيظه ايوه بص انا معديه وانا فارق معايا ايوه النهارده بيتعرف. طب انا عايزه اقول لك على حاجه بقى، انا مشكلتي انه زي كل المصريات بتخسي وشك بيخس وكلك بتخسي، انما حوض البحر الابيض وموضوع الارداف ومشكله الارداف اللي ملهاش حل، ودلوقتي انت شايفه النجوم بتوعنا في مهرجان الجونه كله مطلع رجليه جنبيه الارداف. طب ازاي بقى نبقى زي ارداف النجوم؟ عشان بقى ما سالتنيش على السحر اللي احنا لا انت قلت لي على حاجه، انت ليها في حاجه قولها لك على الهوا انا عايزه اعرفها. ايوه كريم تيلاد 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 ده كريم احنا بندهنه على المناطق اللي هي اوريدي متجمعه فيها الدهون. كويس الكريم دوت فعلا تقدري تقولي السحر بجد ده سحر، انت بتدهنيه على المنطقه بتاعتك. بس طبعا بصي هو ليه سيستم، اول حاجه انا ما بدهنوش وانام او لما اصحى من النوم اقوم دهناه، لا انا هدهنه وانا هقوم اعمل مجهود، فبالتالي يعني زي ممكن تقومي ست البيت اي ما تنظف البيت تقوم عامله تقوم دهناه قبل ما قبل ما تبدا ما تلبسش بقى اللي هو الشورت ده لا 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 خالص لا بس. خالص انت هتدهنيه وهتقومي بقى هتنظف البيت، هتنزل رايحه مشوار، هتر البنوته اللي هتروح مثلا مدرستها او الجامعه وهتركب مواصلات، هتمشي شويه. الحركه دي مع الكريم اللي احنا دهناه هيساعد في ان الجسم يسخن، فهنبدا بقى الكريم هنا بخواصه هيبدا يسحب الدهون ويساعد في حرق الدهون في المناطق دي. فطبعا الكريم ده فعلا فعلا انا بقول لك ده السحر، يعني ده اللي جايب من الاخر. بيقلل حجم الارداف؟ جدا جدا من البطن، الارداف، المناطق اللي فيها بتتكتل، الدرعات. بس في بقى حاجه، ما فيش بقى ست تقول لك ايه طب ما انا ده ممكن مثلا يصغر حجم الثدي، لا لا في اماكن ما ينفعش، في اماكن ما ينفعش، احنا بنلعب على الاماكن اللي بتتحرك. ايوه فاهمه، لان الاماكن اللي بتتحرك دي انت بتحركي فيها العضله بتسخن، مع الكريم اللي احنا دهنينه هيساعد على انه الدهون اللي فيه يمتصها ويحرقها تماما. فطبعا الكريم ده بجد هايل، وفي الاخر هقول لك على مفاجاه احنا عاملينها للكريم. للكريم طيب احنا يعني دلوقتي طيب سنه الارداف بقى ايه اكتر حاجه بتزودها وازاي نقدر عليها بالكريم؟ ولا يساعد مع الكريم ان احنا ما ناكلش حاجه دهون ولا طبعا هو بس ما احنا اتفقنا ان احنا فيتارما هيساعدنا في انه هيسد شهيتنا، فاحنا طبعا مش هنلجا للاكل اللي فيه دهون كتيره. مش هروح بقى اجري على الثلاجه وافتح اطلع الفته واكلها. هو اوريدي لو هاخد انا هاخد معلقه وانا اصلا مش قادره تمام. فاحنا هنعمل ايه؟ الدهون دي بتتراكم ليه؟ بتتراكم لاني انا باكل واقعد باكل وافضل قاعده بتفرج، هدهن ما عملتش حاجه والناس عايزه كل حاجه باستسهال. لا انا لازم اتحرك، انا ما بقولكيش انزلي على التريد ميل، ما بقولكيش روحي الجيم، بس انا بقولك انت وانت رايحه تطبخي رايحه وجايه في المطبخ ادهني الكريم وروحي وتعالي، ده يعني حاجه اسهل من كده وراجعه. ادهني الكريم وانا رايحه بتمشى في الشقه، انا بتمشى لست البيت مثلا، البنوته اللي رايحه مدرسه او رايحه جامعه وهتركب مواصلات او هتاخدها مشي ما بيبانش من الهدوم ولا اي خالص خالص خالص. هو كريم زي الكريمات اللي احنا بنحطها على جسمنا، الجسم بيمتصه تماما، بس طبعا هو بيساعدنا تماما على حرق الدهون. مع الحركه لازم اتحرك، لازم اتحرك، دي اهم حاجه يعني. لا احنا لسه لينا كلام عن تيلاد بقى وعن الخواص بتاع التيلاد، اما انا اجربه لكم الاسبوع الجاي ان شاء الله، هجرب لي واقول للناس ان شاء الله ان شاء الله. طيب انت كنت قلت لي في حاجه خاصه بينا النهارده كده في احلى حياه نحل الحياه بيها كده. طبعا برموشن خاص بالانتي واحلى حياه. طبعا النهارده احنا معانا بروموشن، احنا مكملين ال 50% العرض بتاع 50% المره اللي فاتت بتاع المره اللي فاتت لفيتارم واعشاب ونقط زوريل، احنا مكملين عليها 50% وكمان شحن في القاهره مجانا والمحافظات 50% الشحن 50% على فيتارم. المفاجاه بقى النهارده ان احنا لحد نفاذ الكميه احنا حاطين تيلاد، كريم تيلاد لحرق الدهون اللي بيساعد على حرق الدهون، هديه على الكورس.
فقرة مهددة أو لحد نفاذ الكمية. فإحنا حاطين تيلاد علشان كل يستفيد بيه لحد ما الناس حتى تقول لنا إيه هي الفيدباك بتاعها. طيب. بس أنا أضمن لهم إنه سحر، يعني إحنا الحقيقة شغالين على أنا مش هسيبك، مش أنا عايزة التيلاد النهاردة، مش هستنى أنا آخد الكورس وأعمل عليه التيلاد. أكيد طبعًا أكيد. طبعًا ده بروموشن حلو جدًا يا شهيرة، وربنا يكرمكم يعني جدًا. يعني مش كفاية إن كمان إن فيتر منتج فعلًا آمن، منتج مجرب، وعايزه اقول لكم كمان استحدث فيه حاجات كمان احسن كمان من الفيتار من القديم. وبعدين انتوا بتتعاملوا مع خبير التغذيه والتجميل، اعتقد انتوا شايفين الفرق، اعتقد شايفين كم الثقافه وان هي قد ايه. عشان كده انا بقول لكم ان هي هتبقى يعني شركه فيتار جلوبال للتواصل مع خبير التغذيه والتجميل استاذه شهيره. في اي وقت طبعا الاسئله بتاعتكم كمان هي هتجاوب عنها، واحنا كمان بالبروموشن 50% على الكورس والشحن مجاني، و 50% للمحافظات في الشحن، وكمان كل الكورس عليه تيلاد. التيلاد هديه على الكورس. ميرسي يا شهيره يوسف جدا جدا جدا، واحنا نورتينا النهارده. انا ببقى سعيده جدا، الفقره بتعدي بسرعه جدا. المره الجايه بقى تجيب لنا نصايح اكتر ان شاء الله، وبيتات اكتر، وعايزين الستات كلها تبقى زي الاول. احنا كل اللي يهمنا ان الستات كلها واحنا معاهم وبنرد على استفساراتهم، واللي ما بنلحقش بنلحق هنرد اكتر واكتر، وهنفضل معاهم لحد ما كلنا نخس. احنا كلنا ده شعرنا. خلاص ان شاء الله. طبعا التواصل ارقام زهره معاكم على الشاشه. شكرا جزيلا شهيره، نورتيني النهارده حبيبتي، دايما معايا. انا وصلت لنهايه فقراتي النهارده، سواء عن فرضيه الحجاب او عن جمالك مع فيتارم، الحاجتين دولت كلهم بيصبوا في مصلحتك عشان تعيشي احلى حياه. مع الدين هتعيشي احلى حياه، ومع الرشاقه احلى واحلى، عشان تفضلي على طول في احلى حياه. هسيبكم في رعايه الله وامنه، وحتى القاكم غدا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سر السعادة في العبادة.